Lebanese people, we are. Lebanese people, we are. Lebanese people, Lebanese people, Lebanese people, Lebanese people. كل يوم بفكر انه حتنقش معي شي نهار من سويسرا الشرق نحن، يعني مفروض ما تكون صعبة هالقد. في عرب وفي اجانب وفي مشاريع وبحطوا لك سنوفر على الجلاب كمان، في اصلب من هيك؟ على كل حال ما راح اقياس، فرصة العمر لابد ما تجيني شي يوم، مع انه كنت من كم يوم عم فكر لبنانية بيقولوا لك يا زلمة الفرص عم بتقتل بعضها. فقلت بلكي هو هذا السبب انه مش باقي ولا فرصة طيبة حتى تجيني. كيفك؟ لا تأخرت، كنت عم فكر شوي بمستقبلي وطولت. نحن ما طولت أكثر من هيك رحت لي مستقبل ليلة. شو ماكسيموم نيشان لك على واحدة جديدة؟ نيشان؟ لا نيشان اجتني فرصة العمر راكدة على إجريها. هيك؟ ايه. طب ليك شو خبرنا هات لنشوف. هلا بدي خبرك حبيبي، كتير مستعجل، فدر لي بالك على الموضوع بنبقى بنحكي بعدين. اوكي حبيبي. وين؟ عندك بالباركينج. أكيد في محل مطرح ما بدي بصف لك إياه. ميرسي. ما فهمت ليش قبلتي معه. حرام، بلكي زبطت معه بعدين بنكون خدمناه خدمة العمر. بدك تنتبه، هيدا اوقات الخدمة معه بتقصف العمر، بعدين بلكي انكشفت اللعبة مش منيحة لصيت المحل. ما فرنساوي الزلمة، شو بده يجرسنا بالشانزليزيه يعني؟ شانزليزيه؟ حدا رايح على باريس؟ لا عم نحكي، خلينا نخبط. لك ما هلأ رح ينطعوا ويجيبوا لهون. بارح أندريه اجا لعندي. هذا المربوع عم بيكلفنا أكثر من ستلور. ستلور ستلور شو في؟ ستلور أنا واقع بورطة وما في غيرك حدا بيشيلني منها. زين أنت بتعرف توقع بشي تاني؟ غير شو في أندريه؟ شو في؟ معلش الموضوع شخصي شوي، يا ريت فينا نحكي على جنب. شو سر يعني؟ ما تكون بدك تقلها شفرة النووي الإيراني مثلا. حكي حكي يا أندري، ولو ما سليم من أهل المطعم. ولي أصلا سليم لازم يعرف الموضوع. القصة ما فيها إنه التقيت ببزنس مان فرنساوي. إيه. وهو جاي على لبنان على باله يفتح مطعم ضخم وبده شريك قوي وعنده خبرة وماكن. فقلت له أنا وصلت على العنوان المطلوب. محسوبك. قوي وأمين وعنده خبرة. نعم. إن إيه. طيب طيب شو الورطة اللي بدك طلعك منها؟ فأنا قد ما تحمست أنا قلت له إنه في عندي مطعم ضخم لإلي أنا وأنا خبير كثير بالمجال. المطعم تبعك؟ نعم.
ام هو قال لي فرح روح لعندك شوفك كيف انت عم بتدير المحل وكذا. كيف عم بتديره؟ نعم ما وعم تديره. وانت شو بفهمك بقى؟ ما انت بعدك لهلأ كل ما بدك تاكل ستيك بتقول جيبولي لحمة مقلية، ولأنت انشأ تعرف تاكل بالمطعم بدك تديره؟ بس بدي المطعم نص ساعة. الله خليك ما بدي اروح الفرصة من ايدي. بليز 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 بليز. طيب اوكي اوكي، بس تما تضل تنق وتنعي انه نزعت لك حياتك. ولك كبير يا ست لور، انت اهم مديرة بالمطاعم كلها بلبنان. حبيبي يا سرين. هين يا اندري. طيب وامتى جاي؟ انت هلا بعد شوي. عظيم، هيدا زبون اكسترا. حفوته معي بمشروع فني ضخم. ليك شو رايك تقول له انك صاحب دار الاوبرا مثلا؟ سوري دموازيل، بس طالع الحرارة. سوري شو؟ أي حرارة؟ سيارتك طالع حرارتها وجنزير الصدر عم بيطاطي. جنزير الصدر؟ شو يعني؟ جنزير الصدر بيجي بالموتور، بلش يعمل كثير أصوات فبتنتزع سيارتك. آه والله؟ طب خلص ببعتها لشي ميكانيسيان أو شي. أي ميكانيسيان؟ أنا بخدلك إياها لعن تحلى بثانية هيك. مرسي كثير عن جد، بس خلص هيدا علي ولو. طيب و بخصوص الحرارة هيدا أنا بعالجها. والله كيف؟ حبتين بنادول امشي حالا. لا يا خيي، هول عم يناوروا ومش مستعدين يقدموا ولا تنازل. ما اصلا هن الامريكان عم يلعبوها على الميلان. وين ما راح الوضع بصفوا على اليمين. ايه خيي لعبه وسخه. ايه من شان بوابه الحديد قصدك؟ ما انا قلت له يهتم فيها ما اجى. طيب ليك دقل له وقل له يمرق لعندي على المطعم. ايه انا هون. خلص ولا يهمك. انت منيحة بالفرنساوي ما هيك؟ انه سافا يعني بمشي حالي. يعني ماشي حالي شو حتمضي معه معهد ترساي، بعدين جاي لوحده هو شو جاي معه بودلير وفولتير. انت ترشقي لي تغنجي عليه شوي وخلص. خلص ولا يهمك ما تعطي الهم، بس ان شاء الله يكون من باريس مش من الجنوب لانه ماني كثير قوية باللهجة الجنوبية. صاروا صفوا، انت قلعي بالمشروع، بدي اعملك البي ار تبع المحل، ساعتها بتعملي بوتوكس وسيليكون. بترح ما بدي. شو قصدك يعني مش ماشي حالي هيك؟ لا عم بمزح، بس قصدي انه اذا بدي كون السكس بوم. غير اخواتي وولاد عمي وقرايبيني وهيك عندي شي 500 فرند انا. اف؟ طب ومع قرايبينك يعني قد ايه بيصيروا؟ يعني 650 فرند. بكره بعمل لك قاد كمان بتتعرف عليهم. بس ليكي ما قلتي لي شو عم تدرسي؟ عم بدرس جرافيك ديزاين. اف احلى اختصاص بالكون هيدا.
بركي بحكي مع انا ماما لور بكره، بركي بتغير هالمنيو وهلا ارميت كمان. اونتر، سيمون ريستوران. سيبا. مدام لور لا ديريكتريس، لو تو لو تو دون لو تو. يعني انت الكل بالكل. Bienvenue, monsieur. Olivier, vous avez une très très belle ambiance. Merci. Maître Salim, le meilleur maître au Liban est à Lorient le jour. Voyons. Oh, nice to meet you, Mr. Olivier. Qu'est-ce que vous voulez boire? De l'eau s'il vous plaît. Dites, je me demandais, quel serait le capital de ce restaurant? Oui, oui. À Beyrouth? Dans le cœur de la capitale. عم يسأل عن رأس مال المطعم. نعم تنزح. 250,000. Ah, parfait, très bien. Et en moyenne, le revenu mensuel est de combien? نعم تنزح. شكلك كثير مصعب علي كأنه شو في شهر أوسط أو شيء. عم يسأل قديش بنطلع بالشهر. آه، أوكي. 20,000. Ah, bien, bien. Pas mal. C'est ça que le morceau, t'es pas mal du tout. André كيفك. Ah là, كيفك. بعت وراي الكولونيل بده يشوفني. حبيبي هلا هلا بشوفك روح الله معك. موفق. الله يستر. يا أهلا وسهلا. ما قلت لك تخلص له البوابة للزلمة؟ بلا، بس أنا قلت له ما في يبلش قبل ما ياخذ دفعة من الحساب. ما أنا بعثت لك دفعة 300 دولار مع أندريه. وصلوا لفرانك. يحو أندريه قعد جوا مع الفرنساوي. أندريه قعد تحت مع واحد فرنساوي؟ لور. إيه كولونيل. بعثي لي أندريه. Donc, tu as aimé le resto? Magnifique, Majed. Pardon, pardon. André, le colonel Aïza Kalla, la trouille l'ando, mette le bal. Kalla, taïb. 5 minutes et je reviens. Ah, bien, prenez votre temps. We are the Venice people. We are the Venice people. Salut, je m'appelle Mia et lui c'est Carlos, le plus grand producteur au Liban. Bon, bonjour, comment allez-vous? Bien, bien, enchanté. André m'a dit que vous alliez ouvrir un restaurant au Liban. Ah, les nouvelles circulent vite. Ben, il y a les projets, ils sont toujours sous étude, donc... Un conseil d'expert, si vous voulez que le restaurant ait du succès, je vous conseille de faire un événement spécial, un grand show. Bien sûr, ça viendra éventuellement. Je pourrais vous aider si vous voulez organiser comme un programme très très riche de Charles Aznavour à Marwa. Parfait. Et Marwa, c'est quoi? Marwa, c'est une grande artiste. Et tout est grand chez elle. Marhaba, colonel. أنا ما أعطيتك 300 دولار لتعطيه إياهم مشان البوابة؟ بلا. إيه وليه ما أعطيته إياهم؟ لأنه دقيت له أربع خمسة مست كول ما رد علي. حبيبي أنا إذا بدي رد على كل مست كول بيجيني بخص اليونتس تبعي بساعة. نوصك. هلا عملت له خمسة مست كول ما رد عليك، تركت 300 دولار بجيبتك؟ شرف أعطيه إياهم. ما معي مصاري هلا بكره بقطع له اياهم ماشي الحال هلا ليك من البيت لعنده دغري بدون مس كول على راسي
Santé. Bien, monsieur Olivier. Oui, oui, très bien, merci, génial. Donc, il me parlait, il me disait qu'il était dans la production et que, bon, il fait de grands gigs, de grands événements. Good. André, وين الفالي يا أندري؟ صار لي ساعة ملطوع بالسيارة برا، ناطرك إلك وللزمك التاني اللي معك. حضرتك قاعد عم بتطحنك هون. سي كي سا؟ سا سي 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 نوتر فالي. إي لي أن بو فو. ها. فوتر فالي سانكور؟ سي كوا سانكور؟ سانكور سي سا فيدير بوس أون عربي. So you speak English? Yes, of course. This Sankuh is a valet. And he's sitting here. And my girlfriend is waiting for me from half an hour. And she's getting crazy because of this Sankuh. Vous, tu es le valet? Je suis le boss des valets. حمص برا بالشمس صاحبك عامل لي حاله بوس عم يفشط على العالم وحضرتك عامل لي حالك جقل عم بتجرب تشد صاحبتي قوم فز على شغلك ولا ايه ما خصني بشي ما خصني شو عامل لي فيها بوس المحل انت؟ ايه وانت عامل لي فيها جيجولو رومي اند جولييت كمان يا حياتي انا ليك شو صار معها ناقشت معها ميا ايه؟ صار معها مصاري تعمل بوتوكس هلا وزبط الوضع انا ليك كان راكب معي الفين بس فرد جنزير الصدر بيقول لك الكولونيل فوت لعنده هلا ايه ممنونك على الخبريه مبسوط انت كمان؟ اكلنا هوا هلا تفضل ما في شي حرزين ما تكون حزين قال بيقولوا في ناس مش نسين بالحياة هول شايف منهم كتير بس اكيد انا مش واحد منهم بكره بيخلق مليونين دايما مفكر بهول اللي بيقولوا عنه خلقان وملعقة الذهب بتمه لك أنا قبلين بملعقة حديد لك حتى لو ملعقة بلاستيك ما عندي مشكلة كل يوم بتأمل اليوم اللي بعده بيجي اللي بعده وبرجع بتأمل اللي بعده يعني فيه بكل سهولة يكون بطل مسلسل تركي من 1000 حلقة عنوانه الأمل المستحيل عن جد شي بوجع الراس لروح أخد حبتين البنادول اللي كنت بدي أعطيهم لسيارة الصبية لأنه أنا كمان حاسس بلش تطلع حرات شعراتك خليك ادمان ما تتطلع